يابي مرض. الانتخابات العراقية حالة حال لعبة الطاولة، البعض يعني يأخذ مرض ويسيطر عليها والبعض طبعا يخسر. بعض قادة الكتل السياسية اللي شافوا انه الأحزاب الإسلامية ما لها يعني دور حاليا والناس يعني جزعت منها خلال 15 سنة قرروا ان ما يرشحون الانتخابات. طبعا هم من قرروا مو الغرض منه انه يعني استجابة لرغبة الناس، لكنهم شافوا نفسهم إذا دخلوا الانتخابات ما يصفوا. أول هؤلاء حسين الشهر الثاني اللي طبعا راح يتفرغ لصنع القنبلة النووية العراقية، بينما إبراهيم الجعفري قرر التفرغ لاختراع لغة جديدة تساعد البشرية. علي الأديب قال إنه نذر نفسه للدعوة على العراقيين، بينما باقر جبر الزبيدي حتى قادة المجلس الأعلى الإسلامي قرر التفرغ لدراسة نظرية التطور اللي تثبت إنه العراق جزء من إيران. احنا من جانبنا نقول لهم مبروك يا شيوخ السياسة، مبروك عليكم التفرغ لهذه الدعوة، ونسأل الله أن يقويكم على مشاق يعني عملكم الجديد. لكن قبل أن تغادرون الانتخابات تقعدون ببيوتكم أو تسافرون ببلادكم الأصلية، نسألكم سؤال واحد، وين الفلوس اللي خلال 15 عام نهبتوها من العراق؟ طبعا احنا من جانبنا نرحب هذه المبادره، يعني مثل المثل العراقي يقول رحم الله والدي من زار وخفف، رغم انه ما خففوا خلال 15 سنه، لكن راح يعني نقول لكم مبروك على مهامكم الجديده، لكن نسألكم بكل ادب، وين صارت الفلوس اللي نهبت خلال 15 عام من توليكم المناصب؟ وفي اي بلدان قاعد تستثمرونها؟ فقط ان تجاوبون على السؤال ورح الله وياكم. عيب النائب عباس البياتي انه جاء في زمن غير زمان الخطيه، ولهذا تجد تصريحاته دائما خارجه عن المألوف، منها تصريحه الشهير استبدال استنساخ النعجه دولي باحد السياسيين الكبار، ولهذا قرر الاخوان في حزب الدعوه باجراء عمليه تحنيط سريعه للسيد النائب عباس البياتي لاستخدامه عند الضروره القصوى، فعباس الابيض ينفع في كل ايام حزب الدعوه السوداء. يقال والعهد على القائل ان تيار الحكمه سينتج ومن ماله الخاص شريطا غنائيا بصوت السيد عمار الحكيم يغني فيه أغنية بلاش تبوسني في إيديه، ومن المؤمل أن يبث الشريط وبنجاح ساحق من على قناة الفرات التي تبث برامجها من أحد قصور صدام التي لا نعرف كيف تحولت ملكيتها إلى السيد عمار الحكيم الذي شاهدناه كيف انزعج حين قال له مواطن معظم السياسيين سرقوا خيرات البلاد، وأنا وأنتم بانتظار أغنية جديدة تبثها قناة الفرات هذه المرة بصوت السيدة حنان الفتلاوي وبعنوان وبيتنا ونلعب فيه. Hey.